باحتفالية جميلة جدا. هي الحقيقة شغالة دلوقتي بتنعقد على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية بمناسبة مرور 10 سنين على تجليس قداسة البابا توادروس الثاني. 10 سنين من المحبة والعطاء والخدمة والتحديات الكتير اللي مرت بيها الكنيسة ومرت بيها مصر. 10 سنين مليانين برعاية قداسة البابا توادروس الثاني لكل شعب الكنيسة، وإن هو يكون قدوة لكل شخص في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نفكر حضراتكم أن في 4 نوفمبر 2012 كان موعدنا مع القرعة الهيكلية والإعلان عن اختيار السماء لقداسة البابا توادروس الثاني أن هو يكون البطريرك 118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بمناسبة هذا الاحتفال خلينا نروح نشوف عرض معلوماتي في أهم المحطات والمعلومات في حياة قداسة البابا توادروس الثاني. Thank you.
خلينا كمان ننتهز الفرصة ونهني قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد تجليسه العاشر، 10 سنين زي ما قلنا لحضراتكم على جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي ماري ماركوس الرسول. كل سنة وقداستك طيب وبخير، ودايما راعي الكنيسة القبطية، ودايما يعني قدوة لنا جميعا. كل سنة وقداسة البابا تواضروس الثاني طيب وبكل خير.